هعمل دلوقتي كلاب ساندوتش. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. حلو الكلام. هنخلي العيش ده هنا عشان هنشتغلوا حاجه دلوقتي مع بعض واحنا واقفين كده. بس عامل ازاي؟ اعمل شويه كلاب ساندوتش. كلاب ساندوتش يعني توست. عينيا نطلع فاصل نسمع كلام الساده الاحبه الاخوه. نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف ازاي هنعمل كلاب ساندوتش بشرايح من التوست تحشيه زي ما انت عايزه. التوبنج بتاعه ممكن يكون خاص جبنه، لحمه بارده، سلامي، مستردة، زي ما انت حابب. فاصل، اوعى تروح بعيد تابعوني. بنعمل مع بعض الكلاب ساندوتش وانا شغال زي الفل. شرايح من التوست، مقادير على الشاشه، جبنه، لحمه بارده، ممكن تحطي كمان بسطرمه. ايه الحشوه اللي اولادك بيحبوها؟ تعملي بيض اومليت وتحطيه جواه، بيض مسلوق مش هيقول لا، تونه مش هتقول لا. جبنه الشرايح دي مفيده جدا، معروفه اللي هي صديقه الكلاب ساندوتش، واخده الشكل المربع ولطيفه وحلوه اللي هي قطعه التوست. انا حطيت جرجير في الكلاب ساندوتش. ولادي مش بياكلوا الجرجير خالص. ايه المشكله لما الجرجير ده مفيد جدا نحط لهم جوه الكلاب ساندوتش؟ بيدي شكل حلو اهو زي الفل. ومقادير الكلاب ساندوتش على الشاشه، بسيطه وسهله. اعمل ايه يا شيف؟ احط الخيار ده كده اهو. اللهم صل على النبي. موضوع الكاتشب والمستردة مش مرغوب قوي في الكلاب ساندوتش عشان السوائل ديت بتخلي عمر التوستاية قصير، فتحط قليل اللي هم الشوية الصغيرة اللي انا حطيتهم اهو كده. ممكن تحط حاجة تانية مثلا قليل من التوابل اهو زي الفل. الزعتر السوري ده انا بحبه، ده حاجة يعني محرمشة كده، عاملة زي الدقة، فيها سمسم وفيها زعتر وفيها بهارات لطيفه وحلوه اهي. شفت السندوتش لونه اتغير ازاي؟ نحط كده دي ونضغط كده عليها، ودي نفس القصه نفس القصه. ونشيل الاطراف بتاعه التوست، يفضل طبعا بالشكل ده كده. التقطيعه بقى اللي هي مهمه، ده مش هيتقدم كده، تقديمه ده مهم جدا، لازم الشكل والبرزنتيشن يلعب دور مهم جدا. هنقطعه ازاي؟ لازم تكون عندك سكينه مشرشره. التوست لازم يتقطع بسكينه مشرشره. هنشيل ده كده نحطه فين يا شيف؟ نحطه هنا. يلا. ونشيل الجبنه دي هنا من هنا ونخلي ده كده. حلوه. ونوسع الدنيا دي كده. وتعالوا مع بعض نعمل. عندنا السكينه اهيت. الطبق ده كده حلو قوي. نحط العود النعناع الحلو ده كده، والروزماري ده كده. الحاجات دي مهمه، التقديمه ديت اهو. ونشيل ده من هنا وناخد التوست ده كده واحد واحد بقى، نشوف هيتقطع ازاي، عشان ده بنشوفه في بعض الفنادق والمطاعم سعره غالي. نشيل الاطراف كده بالراحه. الحاجات دي مهمه جدا اهو، ويطلع معاك بالشكل ده كده اهو. ونجي هنا السكينه تنزل بالراحه، التفاصيل تبان مكان السكينه بالشكل ده كده اهو. وتحط كده مثلا. حلو الكلام. ونجيب التوزبيكس بتاعنا فين اهو، مع زيتونيه حلوه كده، مع طماطم شيري. ده واحد، الواحد بياكلها ببق واحد. حلو الكلام. نفس القصه هنا اهو. طبعا الفترات الصغيره ديت ما تتربيش، ناكلها يعني مش فيش مشكله، بس انا بتكلم على البرزنتيشن والشكل النهائي للكلاب ساندوتش. يتعمل بالسلمون كده
لازم السكينه المشرشره تنزل كده اهو، ونجيب التوسبوكس ده كده اللي هي الخله الصغيره بتاعت السنان، نحطها هنا كده وهنا كده، زيتونيه هنا كده، شكل حلو قوي على فكره، الاطفال بيحبوا الحاجات ديت، بتلفت الانظار الحاجات دي، ونرص هنا كده نفس القصه هنا كده نفس الموضوع اهو. انا هعمل لكم دلوقتي كمان كبده مع الكلاب ساندوتش ده كده، معانا كبده اهيت، الاطراف دي لازم تتشال عشان دي بتدي شكل حلو قوي اهو. الزبيكس الصغير ده كده، الهدف من الحلقه بتاعت النهارده زي تعودتم الشيف المغازي بيبقى لنا هدف، ان احنا بنشوف التلاجة فيها ايه، نطلع الحاجات دي كلها تروي مطبخك، عندك فرصه كبيره. حاضر يا ست الكل، شفت انا بعمل كده اهو، دي جواها كبده اه، انا عملتها في رمضان اهو. التوسبيكس هنا، هو التوسبيكس ده اللي بيظبط لي الدنيا اه اه. انا عايزك بس لما تشوفي حاجه بره، الحاجات دي بنلاقيها في الاوبن بوفيه الصبح، في البريكفاست، في الهاي تي، حاجات كده، حفله، اجتماع، اجتماع عمل، ايا كان، بتلاقوا الحاجات دي موجوده كده، شكلها حلو، نقعد نتفرج عليها اتعملت ازاي، شيفيه كبار بيعملوها. خلي بالك انت ممكن تعمليها برده، ممكن تتعمل بالتوست الصغير اهو زي الفل، ونفس القصه، وانت واقف كمان كبده، نحط كبده اهي جواها، ونشيل الاطراف كده، لازم السكينه تمشي على الاطراف عشان تكون لها سوى واحد، ونجي هنا كده اهو، وانت بتنزلي بالسكينه بالراحه خالص عشان اللقمه ما تتعجنش معاكي. عايزه تحمصيها قبل ما تحطيها مفيش مشكله، بس لما تحمصيها هتبقى قاسيه شويه على السنان، لو عندك اطفال، عندك كبار السن، انت ممكن بتحبها كده، لازم تساليهم، خلي بالك، مهم جدا لما اعمل حاجه اسال افراد الاسره. اه معايا كمان شويه كبده، نحط كبده. عملت انا دلوقتي كلاب ساندوتش، عملت فاهيتا سندوتشات قطعناها مع بعض، عملت الكبده سندوتشات بشكل جديد. هنعمل طبق سلطه دلوقتي لاول مره، وهنعمل الهوت دوج دلوقتي كمان عملناه زي الفل. هعمل كمان دلوقتي طبق سلطه لاول مره بالحاجات اللي موجوده عندي دي، هيجي بحضراتكم اهو. شايفين السرفيز الحلو ده كده؟ ده ناقصه ايه؟ ناقصه في النص هنا كده شويه بطاطس حلوين اه، بطاطس الاولاد بيحبوها اه، بطاطس مقليه اهو حبيبتنا دي اهي زي الفل في النص اهوت، معانا خضره. لازم تزين الطبق كده حلو اهو بالشكل ده كده، الحاجات دي مطلوبه، نقنقه بيسموها في الاوتيلات الكبيره، بيعملوا تقريبا من الساعه 10 او من الساعه تقريبا من 10 بعد البوفيه ما يتقفل لغايه الساعه 2 موعد الغداء، نقنقه، وبياخد عليها فلوس زياده اوفر يعني، نقنقه بقى رايحين جايين بقى، نخش على رياضه، نمشي نتمشى، الحاجات دي كلها بالله، الحاجات دي موجوده بتبقى حلوه ولطيفه. حلو تمام، ده طبق